أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على عودة الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن. موجة جديدة من الاغتيالات تعصف بالعاصمة المؤقتة عدن، ضحاياها مجندون وضباط في البحث الجنائي ومدنيون سقطوا بنيران قاتل مجهول يتجول في المدينة ويحصد ضحاياه بصمت ودون مضايقة من أحد. 7 قتلى سقطوا منذ بداية الشهر الجاري ولا حراك من قبل السلطات المحلية التي تحكم عدن، فقط تنسب العملية لقاتل مجهول. أسباب وتداعيات وأهداف هذه العمليات، وما هو الواقع الذي تسعى لخلقه في العاصمة المؤقتة، ستكون محاور نقاشنا في زوايا الحدث، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير الذي أعده الزميل محمد اللطيفي. عمليات اغتيال متعددة خلال أسبوع استهدفت ضباطا في أجهزة أمنية مختلفة وامرأة، ما فتح حالات من الرعب والخوف في عدن نتيجة عودة الانفلات الأمني إليها. السبت الماضي أطلق مسلح مجهول النار على الجندي في خفر السواحل مصطفى منصور، ثم عاد أدراجه مشيا على الأقدام، وهو ما أثار الصدمة لدى المواطنين كون الجريمة تمت عند سوق شعبي وبالقرب من نقطة أمنية. أتت هذه الحادثة بعد ساعات من اغتيال مسلحين العقيد محمد ردفاني الضابط في قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتياً أمام منزله بحي المنصورة. وفق المصادر فإن الردفاني توفى قبل وصوله إلى المستشفى. كانت عدن قد شهدت قبل يومين عمليتي اغتيال استهدفت مديري البحث الجنائي في مديريتي العريش والمنصورة، في الوقت الذي نجا فيه عميد في وزارة الدفاع من عملية اغتيال مماثلة الخميس الماضي، بينما تم اغتيال أحد جنود ألوية العمالقة في الشيخ عثمان بداية ديسمبر الجاري. لم تتضح بعد الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيالات، إلا أن البعض يشير إلى أن حالات الانفلات الأمني المتفشية في عدن وسعت من قدرة الجماعات الإرهابية على تنفيذ عملياتها، وتأتي هذه الحوادث رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق الرياض، فالمدينة لا تزال عملياً تحت سيطرة المجلس الانتقالي التابع للإمارات، والحكومة المتواجد جزء منها في عدن لا تمتلك بعد القدرة على حماية نفسها فضلاً عن حماية مواطنيها، وهو ما يضع عدن تحت رحمة الانفلات الأمني المنفلت والموجه. لنقاش أوسع ينضم إلينا الكاتب الصحفي أنيس منصور. مرحبا بك معنا سيد أنيس. إذا ما الذي تعنيه عودة الاغتيالات إلى العاصمة المؤقتة عدن بهذه الكثافة والشراسة إذا صح الوصف؟ طبعا قبل أن نجاوب على ما يعني عن هذا السؤال، علينا أن نسأل أنفسنا من المستفيد مما يحصل حاليا؟ من معه او الباسط على الامر الواقع، يعني من الذي ماسك القوات الامنيه والذي ماسك مدينه عدن تحديدا؟ ثالثا، لماذا مدينه عدن؟ نعم. رابعا، لماذا يتم تزوير بيانات باسم الجماعات الارهابيه فتصدر الجماعات الارهابيه نفيا عنها؟ اكثر من 9 حالات اغتيال خلال الفتره الماضيه يؤكد على ان هذه الحالات ما فيش غير حاله واحده تعلن عنها يعني بيان من ضمن جماعه ارهابيه، رغم ان البيان فيه غبش، فيه تساؤلات، وهذا يؤكد على ان الامارات ما زالت تلعب على ورقه الارهاب من اجل تحقيق مكاسبها ومن اجل اثبات تواجدها او تعزيز تواجدها واستثماره دوليا. سيد أنيس، إذن أين موقف الحكومة الشرعية من الوضع الذي متواجد في العاصمة المؤقتة؟ عزيزتي، الحكومة اليمنية لا وجود للحكومة اليمنية، هناك وجود رمزي من أجل مغالطة الرأي العام ممثلة بوزيري المالية ورئيس الوزراء فقط، أما بقية الوزراء لم يسمح لهم بالنزول، ما زالت المعسكرات بيد الطرف الاخر، المؤسسات بيد الطرف الاخر،
اتفاق الرياض الى الان لم ينفذ في كل بنوده. الاصل ان يتم الليله اعلان الحكومه حسب اتفاق الرياض، الاصل ان يتم اعلان قبل 10 ايام مسمى محافظ المحافظه ومدير الامر، الى الان لم يتم. الاصل ان يتم دمج عمليات القوات العسكريه اليمنيه مع القوات، يعني هذا يؤكد على ان هناك من يريد ان يفشل هذا الاتفاق، وهو ايضا قد ولد فاشلا، لكن كل محاولات التركيع باءت بالفشل، ومن ضمنها عمليات الاغتيالات التي تتم وتستهدف ضباط وجنود لديهم ملفات خاصه بتورط الامارات في كثير من التحقيقات، وايضا بعضهم موالين للقوات الشرعيه او للشرعيه اليمنيه. تفضل بالبقاء معي سيد أنيس. أرحب بضيفي من ألمانيا المحلل السياسي الدكتور علي العبسي. مرحبا بك معنا سيد علي. إذا كيف يمكن قراءة أسباب وتداعيات عودة الاغتيالات إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ أولا للوصول إلى قراءة واضحة علينا أن ندرك أن من يقوم بهذه الاغتيالات هو جهاز منظم، يعني لا أعتقد أن هذا أن مسؤولية الاغتيالات تقع على تنظيم إرهابي مهما بلغ سطوته ونفوذه. ما يتم الآن هناك حالة من الطمأنينة الشديدة في تنفيذ هذه الاغتيالات، الوتيرة نفسها كل يومين يعني في خلال فترة بسيطة شهدنا العديد من الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات. هناك جهاز قوي يقوم بهذه العمليات، يتم استخدام الجماعات الإرهابية أو ما تسمى الجماعات الإرهابية كتغطية لهذا الجهاز، لأن لا يمكن أيضا كما ذكر تقريركم أن هناك شخص يغتال شخص في سوق ثم يتحرك بكل هدوء وبساطة في الشارع هكذا، يعني لا يخشى شيئا. هناك جهاز يتم يقوم بهذا العمل، ما هي أهداف هذا الجهاز ومن يقف وراء هذا الجهاز؟ أنا أتفق مع الأخ أنيس منصور في مسألة البحث عن المستفيد، من يستفيد من هذه الوضعية؟ أعتقد المستفيد الرئيسي هو المجلس الانتقالي ومن وراءه، يعني أو أطراف في المجلس الانتقالي ودولة الإمارات العربية المتحدة. الكل يعلم أن هناك ملفات متعلقة بالانتهاكات حقوق الإنسان التي جرت في الجنوب وفي عدن بالذات ضد الأسرى والمعتقلين الغير الذي اعتقلتهم القوات الإماراتية والميليشيات التابعة لها. أيضا هناك أعتقد أيضا محاولة لإيصال فكرة أن المجلس الانتقالي أو القوات المحسوبة على المجلس الانتقالي هي مستهدفة في عدن، وأعتقد من دعوة هذا الاستهداف سيطالب المجلس الانتقالي ببقاء قوة ما له في عدن لحماية نفسه وحماية الأفراد المحسوبين عليه. السيناريوهات مفتوحة تماما، والوضع ربما ليست هناك معلومات كثيرة، ولكن ما زلت أؤكد أن المسألة لا تتعلق أبدا بتنظيمة إرهابية أو جماعات متطرفة هنا وهناك. الوضع ما يجري في عدن تعرف وراءه أجهزة منظمة وأجهزة لديها تمويل وقدرات لوجستية وتغطية وجمع معلومات لا تتوفر للجماعات المتطرفة. نعم سيد علي أو دكتور علي، لماذا يتم اختيار هؤلاء الضحايا؟ يعني ما هي الروابط فيما بين هذه العمليات، وعلى أي أساس يتم اغتيالهم؟ أنا أعتقد أن هناك نوع محاولة من التضليل. نعم هناك يتم استهداف شخصيات مثل مدراء البحث الجنائي، لأن هؤلاء لديهم معلومات بالتأكيد وهم شهود على ما جرى ولديهم وثائق، وأعتقد أنهم قد يشكلون خطرا على الجهات التي انتهكت حقوق الإنسان في عدن. ولكن أعتقد يتم استهداف شخصيات أخرى للتغطية على هذا الاستهداف حتى لا يتم فهم أو إدراك الهدف الرئيسي من هذه الاغتيالات، وهو تصفية الشهود أو حتى المشاركين في ذلك. لذلك يتم توسيع عملية الاغتيالات باستهداف مواطنين عاديين. هناك امرأة أيضا استهدفت اليوم في عدن وتم اغتيالها، هناك أيضا جنود على مستوى بسيط. هناك نوع من التضليل، هناك نوع من التشويش على الهدف الرئيسي لهذه الاغتيالات. موجة الاغتيالات هذه ليست جديدة على عدن، شاهدنا كيف نعم، لكن سيد علي سأسألك الآن عن التوقيت، لماذا الآن؟ وهل لعودة الحكومة الشرعية علاقة بذلك فيما يعني ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الرياض؟ ما علاقة هذه الاغتيالات وأيضا تنفيذ هذا الاتفاق؟ أنا أعتقد كما ذكرت سابقا أن المسألة هناك المجلس الانتقالي أو ميليشيات المحسوبة عليه لا تريد الانسحاب بكامل قواتها من عدن كما هو مفترض في ضمن اتفاقية الرياض وأن تندمج في الجيش اليمني. هي تريد أن توحي أو أن تصل إلى 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 إيحاء لدى جماهيرها ولدى الأطراف الأخرى أن هناك استهداف للميليشيات، استهداف للمجلس الانتقالي، استهداف لرجالات المجلس الانتقالي، وبالتالي
الدعوة إلى البقاء، البقاء كبقاء نوع من قواتهم في عدد لحماية أنفسهم. أعتقد المسألة كلها متعلقة بتنفيذ اتفاقية الرياض ومحاولة التملص من بعض الالتزامات ومن بعض الترتيبات التي أعتقد المجلس الانتقالي يرى أنها لن تخدم مصالحه ولن تخدم سيطرته في عدن. هذه الاغتيالات كما شهدنا حتى الآن تستهدف في المجمل شخصية محسوبة على المجلس الانتقالي وعلى الميليشيات، وبالتالي الدعوة أو المطالبة ربما في مرحلة متأخرة أن يبقى جزء من ميليشيات المجلس الانتقالي مستقلة عن الجيش الوطني وعن الحكومة الشرعية لحماية أفراد الميليشيات، قد يكون مطلبا قد نسمعه في القريب العاجل ربما خلال أسبوعين أو 3 أسابيع. كما قلت لك هي المسألة ما زالت ضبابية، ما أعتقد نحن في بداية مرحلة ولسنا في نهاية مرحلة، هنا المرحلة ما زالت في بدايتها. سوف تشهد مدينة عدن مزيدا من الانفلات الأمني، سوف تشهد مدينة عدن أيضا مزيدا من الاغتيالات. عملية إرباك الوضع في عدن وإدخال المدينة في إرباك أمني وإحساس بعدم الأمان، هذا سترتب عليه نتائج سياسية بالتأكيد، يعني وستم تحمل المسؤولية بالتأكيد للحكومة الشرعية اليمنية، أو سيتم المحاولات إوصال اتفاق جديد غير اتفاق الرياض لتأمين المدينة يكون المجلس الانتقالي طرفا رئيسيا فيها. نعم، شكرا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معي من ألمانيا. أعود إليك سيد أنيس، إذن هذه الاغتيالات كيف ستؤثر على مجريات والتوقيت لتنفيذ اتفاق الرياض؟ طبعا هي لن أعتقد إذا في إرادة وفي نية لتنفيذ الاتفاق لن تؤثر بقدر ما هي تريد أن يحقق الطرف الآخر مكاسب، لأن قوات مكافحة الإرهاب التي مدعومة من الإمارات الأصل أن يتم هناك تنسيق وترتيب ويكون برئاسة جهاز الأمن القومي والأمن السياسي في هذا الاتجاه، وأنه لا ينفردوا بهم في موضوع مكافحة الإرهاب. هذا الكلام حضر بعد أن قام رئيس مكافحة الإرهاب أو من يدير قوة مكافحة الإرهاب المدعو لسران مقطري، وقام بإصدار يعني منشور ويقول هكذا قبل 3 أسابيع هذا حصل. نعم. قبل هذه قبل عمليات الاغتيال، بمعنى أن هناك مخطط لهذا الاغتيال. لو ننظر قبل 3 أسابيع يسران مقتري يقول أن المخطط الإرهابي يحيط بعدن ومكافحة الإرهاب بدون مخصصات، التغذية من مجهودنا الشخصي وعلاج الأفراد من مجهودنا الشخصي، البترول والديزل من مجهودنا الشخصي. وهذا يؤكد على أمرين اثنين، الأمر الأول هو عملية دمج المكافحة الإرهاب وأيضا هذا الملف، إضافة إلى إقالة مقتري باعتباره من ضمن المشاركين في الأحداث السابقة. نعم، لكن سيد أنيس هناك قوة سعودية ستشرف على الوضع الأمني وبالتالي تنفيذ بنود الاتفاق، أين دور هذه القوة وما هو دور السعودية في تنفيذ هذا الاتفاق؟ أعتقد الأخوة السعوديين أمام أمرين، إما أن السعودية تستمر بتنفيذ أجندة الإمارات إلى ما لا نهاية، وستقوم بوضع الشرعية كبش فداء وتضحياتها، لأنها كل يوم تمارس عملية الضغط على الشرعية، بالمقابل تمارس عملية تنفيذ إملاءات ما يتم من الطرف الآخر من قبل الإمارات والشرعية هي الضحية. أو أن السعودية، وهو احتمال ضعيف، أو أن السعودية تمارس عملية المماهاة والتكتيك حتى يأتي الدور الثاني، وهو عملية إزاحة المجلس الانتقالي أو مشاريع المجلس الانتقالي أو إضعاف دورهم وتحويلهم في مسار وطني بعد أن كانوا يزايدوا بالقضية الوطنية الجنوبية كما يسوون. وهذا محتمل ضعيف، لأنه الذي حاصل الآن أن عيدروس الزبيدي يصل بطائرة إماراتية يتم مرافقته بمدرعات سعودية، كل يعني الشروط والتوجهات الخاصة بمشروع الإمارات ينفذ بأداة سعودية باختصار، بينما مطالب واتجاهات وشروط الشرعية لا يتم إلا بتجاهلها. وصدرت تصريحات يوم أمس من قبل راجح بعد ما ذكر زيد اسم الحكومة، منعت قوات الجيش من الدخول بضمن الاتفاق لأن يكون هناك قوات السير الرئاسية تقوم بالدخول إلى عدن. رأينا عملية الاستفزاز التي حاصلة من هنا إلى آخر، يعني هناك كثير من الأوراق الحاصلة التي يتم اللعب بها وعن طريق السعودية التي تشرع وتقوم بتكنيس بدور المكنسة لتجميع أو إخراج قاذورات الإمارات بالسفارة.
نعم، شكرا لك الصحفي أنيس منصور. أرحب أيضا بضيفي من اسطنبول القيادي السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني. مرحبا بك معنا سيد عادل. إذن كيف تتابع أنت الوضع في عدن خصوصا فيما يتعلق بعمليات الاغتيال اليومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا الأخ الكريمة والسادة المشاهدين الكرام. بالنسبة لعدن، هي يوقف نزيف الدم منها منذ نزلتها العربات الإماراتية في 2015 إلى اليوم، ولكن المخرج يعني يحرك الأوراق تارة ويوقفها تارة أخرى، يعني لأغراض وأجندة سياسية معروفة. يعني بعد طاقية الرياض وشرعنة هؤلاء الميليشيات يعني إعلاميا فقط، لكن على الأرض لا زالت يعني لم تخضع للدولة ولا لمؤسسات الدولة الرسمية. فعلوا هذه الفوضى في عدن حتى لا تتمكن الدولة من الرجوع إلى عدن ولا الرئاسة، ويكون هذا مبرر لهم أن يعني المنظمات الإرهابية والاغتيالات عادت لعدن، وأن هذا لا يسمح بعودة المؤسسات الدولة. نعم. كل هذا مفتعل. طبعا هذه العصابات المقنعة بات جليا للجميع أنها يشرف عليها إسلام المقطري وشلال علي شايع، وأسماءهم مرصودة، يعني كيف تم إخراجهم من السجون وكيف تم التعامل معهم وكيف هاني بن بريك التقى بهم. يعني أضرب لك مثال بسيط أخي الكريمة على قصة الفيلم الذي أخرجه إسران المقطري بصاحب المكنسة صاحب البلدية. أنا أتحدى إسران المقطري أن يظهر لنا اسم هذا الشخص الذي قتل، واسم الشخص الذي نفذ، من هي الجهة التي رصدته، من هم هؤلاء الأشخاص، ما هي يعني كلها افلام وفبركه. وهؤلاء المقنعين الذين يظهرون مع إسران المقطري بالكاميرات هم نفوسهم الذين ينفذون هذه الاغتيالات في عدن. نعم. لاجل خلط الاوراق في عدن واحداث بلبله ان عدن منطقه لا تقبل يعني وجود الدوله ومؤسسات الدوله حتى تبقى الفوضى فيها وتبقى من عدن معطل وتبقى الاجنده التي تريدها الامارات وغيرها من الدوله نفس الشيء. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عادل. أرحب أيضا بضيفي من اسطنبول المحلل السياسي الدكتور عادل المسني. مرحبا بك معنا سيد عادل. إذا ما يقارب 7 ضحايا قضوا منذ بداية هذا الشهر، معظمهم من منتسبي الجهاز الأمني، بالتالي لماذا عادت هذه الاغتيالات بهذه الوتيرة العالية؟ أنا أتصور أن هذا مرتبط باتفاق الرياض. هناك يعني عمل ممنهج لتوتير الأجواء في عدن. الميليشيات الإنقلابية يعني غير مرتاحة لدخول الشرعية، أو غير مرتاحة بالحقيقة لتسليم ما يتعلق بالبند العسكري والأمني، تسليم قواتها للشرعية، وبالتالي هناك قلق كبير من هذا الإطار، فهي تلجأ إلى تذكير الأوضاع في عدن وإعاقة مسار هذا الاتفاق. وهذا واضح، المستفيد من تذكير الأوضاع الآن وهذه موجة الاغتيالات الحاصلة في عدن هم المجلس الانتقالي. هم يعبرون بشكل مستمر عن رفضهم للاندماج في الشرعية، وبالتالي هم لا يستطيعون أن يقفون في وجه هذا الاتفاق يعني علنا. فيلجأون إلى هذه الحيل التي تحاول أيضا إعاقة الاتفاق بشكل أو بآخر، وبالتالي هم المستفيدين. الأمر الآخر عدم في قبضتهم، هم المسؤولين عن ما يجري في داخل عدن. عدن أمنيا تقع تحت الحزام الأمني، لديه قوة ضاربة في هذه المحافظة، ويبدو أن هذه العمليات تتحرك بكل طمأنينة، يعني تستخدم السلاح الأبيض والأقلية إطلاق النار، ولا تستخدم قوات نازلة، بمعنى أن يعني تتحرك بسهولة ولديها معلومات ولديها أيضا يعني بنك أهداف تنفذها بكل دقة وبكل طمأنينة. الأمر الآخر متعلق أيضا بدور الحكومة، هناك إعاقة وترويع ورسائل ترويع وتخويف للجانب الشرعي الجانب الحكومي، لانهم يروا هذه الاغتيالات التي يعني تستهدف رجالات امنيه وضباط وغير ذلك، فكيف برجالات الدوله رجالات شرعيه ان ياتوا الى هذه المدينه وهي تشهد هذه الموجه المتصاعده من الاغتيالات؟ بالتالي اعتقد ان هناك رسائل عده اراد رجال الامارات توصيلها. يبدو ان الامارات غير مرتاحه ايضا لاتفاق الرياض، وهي تلجا بشكل يعني مبطن تذكيرا من الداخل. نعم سيد عادل، إذن لماذا تقوم هذه الدول السعودية والإمارات بهذا الاتفاق وترعاه، وبالتالي تعرقل تنفيذه بتأجيج الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة، ما دورها؟
انا اتصور نوع الامارات غير راغبه في تنفيذ هذا الاتفاق. الامارات وميليشياتها ايضا على الارض ارادت الحسم عسكريا، لكنها انكسرت في شبوها وتبخرت احلامها في طي هذا المساله الشرعيه عبر ايضا البعد العسكري. فشل تنفيذ الانفصال بالقوه، وبالتالي لجأت مكبره او قبيله مكبره بهذا الاتفاق بعد ان تفاقمت الاوضاع بشكل كبير، وبدات ايضا الشرعيه تدشن يعني انتصارات كبيره بعد انتصار شبوه. راينا ان قوه الشرعيه كادت ان تدخل عدن، فحاولت المملكه العربيه السعوديه ان تعالج هذا الموقف المتفكر كراء ايضا التصعيد الاماراتي بهذا الصلح. وبالتالي ايضا الاعتماد على القوه يعني انتهى تماما، يعني الغي بشكل كامل. الامارات جربت هذا الدور عبر هذه الميليشيات، الميليشيات ايضا تولدت قناعه لديها بانها غير قادره وعاجزه عن ايضا تحقيق هذا المسار العسكري. الامر الاخر متعلق بالبعد الشعبي، يعني راينا ان المحافظات الشماليه الجنوبيه كلها من حضرموت الى شبوه الى المهره الى سقطره الى ابيه كلها ترفض ايضا اكيدات الانتقالي والامارات، وبالتالي هناك خواء وهناك فراغ كبير تعاني سواء على المسار الشعبي وعلى المسار العسكري. فبالتالي قبلت بهذا مضطره بهذا الاتفاق. هي الان تحال ايضا تفكير هذا الاتفاق من الداخل عبر ايضا ملفات الاغتيالات، وهذا ايضا لدي الامارات واجهزتها خبره واسعه، لان الجميع يدرك تماما ما جرى قبل يعني في الفترات السابقه كما اغتالوا من رجالات القضاء والامن والعلماء وائمه المساجد. وبالتالي لديهم خبره وافره في مساله الاغتيالات، وهم الان يعني يستخدمون هذه الخبره الان في عقد هذا الاتفاق وترويع وتخويف ايضا الشرعيه. نعم، الدكتور عادل المسني المحلل السياسي كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. اعود اليك سيد عادل، اذا خلط الاوراق وتأجيج الوضع الامني في عدن، بالتالي من المستفيد؟ والله المستفيد الذي منع قيام الدوله من اول يوم، الذي يريد امين عدن ابقى معطلا، ان تبقى عدن مدينه اشباح ولا تقام فيها الدوله، ان يقوهم من يتحكم في منافذ البلد برا وبحرا وجوا، وعلى راسهم السعودي والامارات، وان كانت الامارات هي التي نزلت على الارض ابتداء، واليوم جعلت السعوديه في فوهه المدفع، ولا زال ضباط الاستخبارات الاماراتيه، وانا اكلمك عن مصادر موثوقه، لا زالوا موجودين في عدن وهم من يديرون المشهد، وعلى راسهم ابو خليفه سعيد محمد خميس النيادي وابو متعب الشحي وغيرهم من ضباط المخابرات. لا زالت هذه الميليشيات تأتمر بامرهم، لا تأتمر بامر الرئيس ولا بوزاره الداخليه ولا بوزاره الدفاع، انما تاخذ تعليماتهم ومرتباتهم من قبل الامارات والمسيطر كما يقال. فلا زلنا في هذا النفق المظلم، ولن ترى عدن النور حتى يخرج هؤلاء منها وتعود لها مؤسسات الدوله الرسميه باذن الله سبحانه. نعم، نكتفي بهذا القدر. القيادي السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكر ضيوفي الكاتب والصحفي أنيس منصور، أيضا كان معنا المحلل السياسي الدكتور علي العبسي من إسطنبول، وأيضا المحلل السياسي الدكتور عادل المسني أيضا من إسطنبول. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، كما هي لكم من معد هذه الحلقة ماهر أبو المجد، وأيضا من الزملاء في الكنترول. انتظرونا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.